السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحت يا استاذ طارق الله يكرمك وربنا يبارك في حضرتك ويبارك في سيدنا الشيخ رم. بالنسبه للمطلقه الحاضنه تمام، بفتره الوعاد في الزوج مع الزوج، هو المطلقه قاعده مع الزوج في نفس المسكن والشقه واحده، وهم في انفصال بالفعل حصل، تقعد لغايه امتى؟ والمعيشه هتبقى ظروفها ازاي؟ يعني المعيشه هتبقى مظروف، المصاريف وضعها ازاي؟ لو تكرمت ممكن سيدنا الشيخ بس يفسر لنا هذا الامر. الله يكرمك. تمام، خليك يا استاذ فارس معانا. اتفضل شيخنا. اتفضل. المطلقه طبعا اذا خرجت من عدتها فهي اجنبيه، لا يحل لها ان تخلو بزوجها ولا ان يخلو بها ولا ان يراها الا بملابسها الشرعيه، ولا تظهر الا الوجه والكفين. فأنا لا أستطيع أن أتخيل أن امرأة كانت زوجة لرجل ثم يعيش معا تحت سقف واحد وهما يعني مطلقين. أي نعم. فهذا يحدث في العدة لا بأس، لأن في العدة من حقه أن يراجعها في أي وقت، فإذا عاشرها صارت زوجته. لكن في هذه الحالة لا يأمن، لا يأمن الإنسان مهما كان تقيا ومهما كان ورعا ومهما كانت المرأة تقية وورعة أن يعني يعيش معا في بيت واحد وتحت سقف واحد ويأمنوا على أنفسهم من الفتنة، لأنها أصبحت أجنبية عنه تماما، لا علاقة لها به ولا علاقة له بها. فيمكن أن يتقاسم الشقة مثلا إذا كانت حجرتين فيقتسمها كل واحد حجرة، يعني يتصرف في أي شيء غير أن يعيش في شقة واحدة وهما في هذه الحالة أجنبيين. يأسما حتى ولو لم يحدث بينهما شيء، لابد أن يبتكر من الحلول وهي كثيرة إن شاء الله. حتى لو عاش كل منهما في حجرة واحدة هو أفضل من أن يعيش معا وهما أجنبيين، فيحدث بينهما ما لا تحمد عقباه من الكبائر الذنوب والعياذ بالله. أي نعم. طب بالنسبة للمعيشة شيخنا، يعني مسألة من يتحمل المصاريف، هو ينفق على ابنه، ينفق على ابنه كل احتياجاته ثم ينفق عليها كحاضنة، وهذه إما يتم بالتراضي بينها وبينه أو يتم بالتحكيم والتقاضي، والأفضل بالتراضي طبعا. يرى مثلا كم يكفي لهذه المرأة مثلا من نفقات ابنها وحضانته، وعلى حسب يسر الرجل أو عسره وعلى حسب حالته المادية، ويكون كريما معها حتى تكون كريمة هي مع ابنه، ويدفع لها يعني أجرة الحضانة بالمعروف ونفقة الابن كاملة على الرجل ليست على المرأة. أي نعم.